عسلامة عسلامة لباس لباس. خلينا نتعرف عليكم. آمنة من مهدية. تحية الأهالي مهدية الكل. عايشة من المهدية. مرحبا بكم، انتم زوز أصدقاء. نحن أصحاب المهدية. زوز من المهدية. نحكي على علاقة الأصدقاء ساعة من بعد كتو نحكي على المهدية شوية. شو تحب نقولك على أصحاب؟ أنا وياها تعرفنا في ظروف ما هيش هي، فهمت؟ اللي هي معناتها نقاها واحد هاني اللي هي نخدمه فرد بلاصة ما نعرفهاش، نعرفهم هادوية كل كاية اللي يخدموا غادي كاية، هي أول مرة راها، فهمت؟ هكا قال لي هي نشرب في دابوزة ماء، قلت لها تحب تشرب ماء؟ وهي قعدت تغزر لي، قالت لي إيه، عطيتها شرب. من نهارتها ولينا أصحاب، عرفتها على فلان وعلتاني وعرفتها على ديك وعرفتها على أختي. ولات صحاب هي واختي، فهمتي؟ قعدوا صحاب مع بعضهم، اختي مشات تعرست ومشات لايطاليا، ولينا صحاب انا وياها، هانا تجي بحدايا ونمشي بحدايها. تسكنوا قراب لبعضكم ولا؟ لا مش قراب، قراب مي معناتها نقول اريال سنتر بلي. معناها تسميو قراب. نجموا تخرجوا تحوسوا يعني ما يكونش ما بيناتكم مسافات. لا لا نجموا، عندنا ما شاء الله عندنا موتيه نخرجوا عليه، نمشيو للبحر. سيدي المهدية ما شاء الله فيها وسائل الترفيه الكل. امتاو نمشيو للبحر يومين براسك، نحنا تو في كونجي نمشيو يومين. هانا شخليك، هانا جينا من بعضنا لتونس. جيتو لتونس. تخرجوا تعملوا قهوه تحوسوا؟ لا ما نعملوش قهوه، اما نخرجوا نحوسوا نتمشاو على ساقينا بديداش، ندخل نخرج الوالده معايا، فهمت؟ دونك عرفتها على العائله الكل. هي من الاول اختي عرفتها على عائلتنا. علاش قلت لي الظروف ماهيش باهيه اللي تعرفت عليها في الاول؟ تعرفنا في خدمه بربي، واحد يتعرف على خدمه اللي هي ظروف باهيه بربي. واحد معناتها وديجا معناتها ماناش نخدموا في مهدية، نخدموا في مكني، فهمت؟ وأني طولت نخدم في صيادة، فهمت؟ أما يجمعنا حاجة برك المترو. نشوفوا في المترو، فهمت؟ وقعدنا أصحاب كيك، وعندنا أصحاب آخرين، نحن أربع كعبات أصحاب، قعدنا أصحاب وأنتيم، نحزنوا لبعضنا، نفرحوا لبعضنا. هي حتى معناتها وقت اللي توفى الوالد والله لقيتها هي عايشك تعيش وترحم، لقيتها هي قعدت معايا معناتها ضربت جمعة معايا، فهمت؟ وين رموا النهار بركة، فهمت؟ والله بالحق احنا بعضنا في ظروف بالحق. سيغ ديما صديقك لازمك تلقاه في الخايب قبل الباهي. ايه انا يعني مضبية بصراحه، باش نقول لك اني يعني لقيت صحيباتي هذوما واختها بصراحه من الناس ملاح، معناتها هي واختها زوج صاحباتك. زوج صاحباتي وعاقلين، وهما اللي حطيتهم في قلبي اكثر، فهمت؟ خاطر حليت عيني عليهم كما نقولوا، واني عايشه مع ميماتي مراه كبيره وكل هيك هكا. هو منطقه كانوا خيات كبار، كان في صحيبات. معناها ماكش مع امك وبوك؟ لا هما يسكنوا بعاد عليا شويه، فهمت؟ اما اني ما ساكنه مع المراه الكبيره. تحكي لبعضكم كل شيء ولا فاش؟ شو نخبيو على بعضنا؟ كل شيء كتاب مفتوح، كل شيء دار. نحكي فما اصدقاء ما يحكيوش لبعضهم كل شيء رغم قربهم يعني لبعضهم. تو الجيل يخوف شويه وكل صحيح، اما اكثريه يعني مش كل ياسر مخبي ولا فما حاجه مش مخباها ولا عين. معناتها احنا عباره اختي الكبيره، معناتها مش حاجه اختلافه. يا من اختي مازلت صغيره الطفله. اخواتي اصغر مني كلهم صغار. انت الكبيره. كبيره وكيما نقول لك لقيت خياتي كيما نقول لك في الناس بزوز منيات هذوما. شنو هو سر نجاح العلاقه بين الاصدقاء؟ والله من نغروش من بعضنا. هذيك اهم حاجه، من نغروش حتى كيف باش تخرج مع حد اخر معناتها ما تقلقنيش، فهمت؟ ما نقولهاش لا ها هكا لوحتني انت لا ها وماشي مع طو تقول لي هاني باش نخرج مع صاحبتي، ونقولها برا في ظروف معينه نلقاو بعضنا. وزيد في ظروف معناتها بالحق تبدا على الحديده، ولا كي تبدا روحك معناتها حاجتك في طريق مستقيم ولا باش تمشي بقعه بعيده، معناتها تلقى اصحابك وحدك. بصراحه احنا كيما نقول لك تصير ظروف معناتها تحتاج منها شكون معاك في صفك، بس عم تلقاش العيله كما تقول انت، انا ابوك وكل ما يفهموكش ياسر، وتلقى صحابك معناتها واحد معناتها في صفك وينصحوك بالكدي والله بالكدي. واني بصراحه لقيت صحيباتي معايا ونحمد ربي ونشكر والله بس ربي بعث لي صحاب بالكدي والله كيما الاخوات. كيما الاخوات والله اكثر عاد الاخوات. نحن اخواتي غيروا والله، اخواتي غيروا. ما حاجات تحكيهم لصاحبتك ما تحكيهمش لاختك؟ لا والله، لا والله شنو اخواتي باش يخبيو لي، اما يعني كيما نقول لك ديما قاعده مع اكثر من قاعده مع اخواتي الاخرين. هما يجيو هنا الصيف ويعديو بحذايا ويتفردوا وكل،
اما كيما نقول لك اني لقيت راحتي معهم اكثر ومستانسه بيهم ومش كيما وانتم الاربع صاحبات تسكنوا بحدا بعضكم يعني؟ كنا مهدوية سونتر معناتها بحدا بعضنا. مهدوية صغيرة نسكنوا كنا بحدا بعضنا. لعب بالبسكلة بالموتير يحرك موتير. حتى على ساقيني. حتى المترو يوصل زاد كوماتي زاد قاعدة تترك. نحسها شيخة على المترو. لا نمشي السوسة نمشي المستية الدايرة. المترو. كوماتي زير شيخة. نقول والله ما فكرناش حتى في البروجرام باش نمشيو لتونس ولا فكرنا فيه. جينا هكا اخر ايامات الكونجي وقررنا حنخرجوا. ديما تجيو لتونس ولا؟ والله في البريد الاخرانيه ديما. عم ناول جيت اربع مرات. يعني اخر مره في الشتاء في افريل. اخر مره في افريل. فهمت جيت هنا كل ما نقلقوا باش نحوسوا هنا نجيو ونعملوا دوره في تونس هنا نبدلوا شويه جو. فهمت احنا نمشيو للمهديه وانتم تجيو لتونس. لا لا انتم تجيو بحدنا للبحر مزيان والله اكثر سياحه عندنا الايامات وبخص ثاني توحى شك نكري في دويرتي فهمت عندي دار نكري وصيف راكم تفهمي لا لا نعمل بليستي نكري في دويرتي وان شاء الله ربي انا يفتح ويجيو كراناس ملاح مصنع عني بي عائلات وكل عاقلي وبحث البحر والناس تعوم وتعمل سياحة وتفرن والله. دونك تكري فيها في الصيف؟ كيفها في الصيف. وشتى أنا العائلات وكاو والعائلات طلبة. كاكا. والله. الكري في المهدية غالي ولا رخيص؟ والله حسب أنت والعائلات تو كي يجيك العبد ستة من الناس يقول لك دار أربع بيوت ثلاثة بيوت الماكسيموم. يقول لك 100,000 باش يقول لك 12 عبد. انت صار بالنهار بالنهار انت احسبي 12 عبد في اربعه شو اسمه دار ثلاثه بيوت ولا قداش يقول لك جيش هذا ومش رقدو هو ماهوش غالي راهو ماهوش غالي صفا الاسعار حسب ما قلت اسعار باهيه وفما اسعار غالي علاش هما حسب العيله كبيره هما ما يجيبولكش عيله برك مش كيما على الكورنيش مش كيما معناتها بعيد على الكورنيش شويه مش كيما في وسط البلاد فهمت ساعات تجيب لك يجي 20 رقبه هيك كلمتني واحده قلت لها ما شيء فهمت قلت لها راهو 250 معناتها انها من الاول تتفاهموا قال لها قد من شخص باش يجي ايه نتفاهموا قبل نكونوا متفاهمين فهمت تقول لك نقول لها 250 20 انت 250 تحسبها معناتها باش يطلع كل واحد 12500 حكايه فارغه فهمت قول لي لا ما تفهمناش كاكا نحن 150 في بالي ماشي في بالي 150 معناتها انا ماشي في بالي 20 واحد فهمت كيما زوز من الناس تو نجم يلقاو استوديو اس بليس كا يلقاو ب 70 دينار على البحر ومرتاح ثم اسعار ياسر باهيه يعني اسعار عاديه معناتها كاكا اسعارنا فهمت اني اس بليس 4 نكري فيها ب 100 الليله خاطر غاليه العكس 10 يجيب لك فلانه وفلانه وفلانه وبعدين يقول لك غاليه كيفاش غادي تكون باش تكري العيلتين عيلتين يجيبوا عيلتين اخرين معاهم غادي كيف يجيو يخرجوا هكا تستغرب هذوما 200 دخلوا وقت جاوا ايه فهمت وشو باش نعملوا لهم والله حتى والله العظيم مسهلينهم كل شيء غادي كي حتى ريت حتى كيف يدخل مثلا مع نصف النهار ما ساعتين ولا الصباح بكري نقول لهم يسالش يجي فهمت حتى في الخروج معناتها ما نجبرهمش هما باش يخرجوا مثلا نصف النهار مش بوقت ما نربطهمش فهمت خليهم على راحتهم ها وين اخرجوا وقت اللي تحبوا تخرجوا اخرجوا فهمت كو ربي يفتح لنا برا شو باش نعمل ربي يفتح لنا فما اقبال كبير السنه على المهديه ما شاء الله صنعني بي مهديه برشا اكثريه فك الاعوام تاع الكورونا طايحه ياسر اما العام هذا صنعني بي برشا قاو بقعه بالسيف لازم قبل بشهر تفكسي معناتها خلي لكم الكلمه الاخيره ربي يدوم عشرتنا فهمت وربي يخلينا لبعضنا امين وربي يخلينا وحيده واحدة ايه احلى ديديكاس الوحيدة اللي هي امها ديديكاس لاخواتي زادة يعطيكم الصحة وعايشك عايشك